عمر ما بان على وشي انا بفكر في ايه، وعشان كده كنت بعمل تصرفات مجنونة ومحدش يعرفها. زمايلي في الفريق كانوا بيفتكروا ان انا بتكلم بجد وانا من جوايا بضحك، وبسبب كده قررت ارخم دايما على جاتوزو. كنا دايما بنحب نضايق جاتوزو لما يتكلم، مفيش مرة كنا بنخليه يكمل كلامه غير وأوضة اللبس تتحول لمهرجان من الصريخ. اساسا ما كناش بنفهم هو بيقول ايه، كأنه بيتكلم برتغالي وهو ما يعرفش اللغة، وحتى الإيطالي تقريبا ما يعرفوش. في مرة جاتوزو ضربني وقررت انتقم منه وقت تجديد عقده مع ميلان. سرقت تليفونه وبعت رسالة للمدير الرياضي أريدو بريدا وقلت له لو اديتني كل اللي أنا عايزه يمكنك الحصول على شقتي. طبعا جاتوزو اكتشف الموضوع وضربني تاني. مرة تانية كنا في معسكر مع المنتخب واستخبى دانيال دي روسي تحت السرير وأنا استخبيت في الدولاب، وفجأة دي روسي خرج إيده لرجلين جاتوزو وأنا خرجت في نفس اللحظة من الدولاب وأنا بصرخ فيه بكل قوة. صرخة كانت هتجيب له أزمة قلبية، وأول ما فاق جري ورانا وضربنا. جاتوزو كان دايما هدفي المفضل عشان أستفزه رغم أنه حاول أكتر من مرة يقتلني بالشوكة. كنا دايما بنقنعه وهو بيتكلم بجد أن وجهة نظره غلط عشان يفقد أعصابه، وفي كل مرة كنا نحاول نبعد أي شوكة عنه لكنه كان بيلحقنا. وأوقات كتير كانت الإصابات من ضربه لينا بتبان على وشوشنا. ثنائيتي مع جاتوزو حقيقي ما تتعوضش، لو انتوا فاكرينها جوه الملعب فأنا فاكرها أكتر بره الملعب. بعد ما قلتلكم عن حكايتي مع جاتوزو هقولكم دلوقتي أعظم سر اكتشفته في حياتي. أنا كنت في الحمام ساعتها. أنتونيو أوغوستو ريبيرو ريس جونيور، أو زي ما بتقولوا عليه جونينيو، ملك الركلات الحرة في اليوم ومخترع التسديدات الاستثنائية. جونينيو كان بيحط الكرة على الأرض ويحدد مسارها بشكل غير تقليدي، وفجأة بول. بصيت لإحصائياته وعرفت إن اللي بيعمله ده مش عادي أبداً، وقررت أجمع كل تسجيلاته وحاول أعرف هو بيشوط إزاي. خدت الكرة ورحت الملعب وقررت أقلده، وكل النتائج كانت سلبية جداً. حاولت الأسابيع والفشل كان دايماً النتيجة النهائية لكل المحاولات. وفي مرة كنت في الحمام وبتفرج على فيديوهاته وفجأة قلت عرفت السر، عرفت السر. جونينيو ما بيعتمدش على المكان اللي هيشوط منه الكورة، لا بيعتمد على ازاي هيشوطها. ما كانش بيشوط بكل رجله لكن بثلاث صوابع بس. تاني يوم رحت الملعب وما ربطتش جزمتي، ما كنتش محتاج اربطها عشان اثبت صحة نظريتي. بصيت لقيت العامل بيقف ورا الجون عشان يستعد زي كل مره يجيب الكور من بعيد، لكن المره دي لا. سددت بالطريقه اللي اكتشفتها وفجاه الكوره راحت في المقص. جربت اشوط 5 مرات وفي كل مره كنت بجيبها جول. اتقنت التسديده اللي اعتمدت على ان اشوط فيها بثلاث صوابع من اسفل القدم ورجلي تبقى ثابته على قد ما اقدر عشان اشوط الكوره بكل قوه، وبالطريقه دي الكرة تفضل ثابتة في الهواء وفجأة تغير اتجاهها وتخش جول. هو ده سر تسديداتي. شكرا لجونينيو اللي عمري ما زملته، وشكرا للحمام.